واخيرا بعد ما البجح ساوم المصريين على الكهرباء ولقمه العيش، هوب دخل على الملف الثاني الميه، وهدد الناس صراحه وقال لو ان الفلاحين ما سمعوش كلامه ووقفوا بعض الزراعات زي زراعه القصب مثلا وطبعا الرز، ممكن نوصل لمرحله يحرمهم من الميه. اتفضل. وبقول للناس اللي موجوده في المحافظات اللي فيها القصب، غيرته؟ انت مستني لما مشكله الميه تبقى مشكله كبيره عندك وتضطر انك انت تحرم من كميه الميه دي بنفس الحد؟ انا بتكلم مش بخوف الناس من حد، انا ما احبش ان احنا نتعامل مع الموضوع على ان هي ازمه قد تكون محتمله، لا، بما انها ازمه محتمله لازم اواجهها واشتغل عليها لغايه لما اخلص. وانا بتكلم في المواضيع، لكن يعني بعد يقول لي هو في عندك ازمه، في ازمه ميه ولا حاجه، هو انا لازم استنى لما تيجي الازمه اتعامل معها؟ استنى لحظة عزيزي الجعر، لحظة حضرتك، دعنا نتوقف، أو على رأي الرجل عالق الكرة هنا سأتوقف قليلا. السيسي بيتكلم عن أزمة مية، وأنا ربنا شاهد والمشاهدين شاهدين من مارس 15 وإحنا بنتكلم عن الأذى اللي هيحصل لمصر من وراء التوقيع الشؤم اللي تتقطع إيدك رحت عملته، وكنا طول الفترة دي بنتشتم، وكانت الناس تصور لنا مية النيل وتقول لك انتوا أعضاء مصر، النيل أهو النيل موجود يا خونة، ويطلع برضو الإعلام يطبل ويقول لك السيسي حلها. فاكر السيسي حلها؟ أهو فاكرين، ده في 2015. نعرض بقى واحد من فيديوهاتي القديمة اللي يعني موجودة على السوشيال ميديا، وده كان في 18، وأنا بقول إن أنا من سنين بكلمكم على ده. الأستاذ الدكتور محمد حافظ يشهد، الله يرحمه الراجل اسمه إيه ده، الأستاذ شكري نقيب الفلاحين السابق يشهد، الأساتذة اللي طلعوا الدكتور عصام حجي يشهد، الأستاذ مصطفى عاشور الإعلامي في قناة الجزيرة يشهد، إن إحنا أول برنامج اتكلم على كارثة صد النهضة. أنا أفكرك بالفيديو ده. تخيل وقلنا لك الكلام ده من سنتين، إنه يا جماعة أو ثلاث سنين، إنه يا جماعة لما النيل بيقل مصر مرتبطة بالنيل، لما النيل يقل تحصل محالك. فاللي كتب في التقرير إن قد يؤدي لاضطرابات اجتماعية، خدها ثقة وصدقها. أنا ما أتمناش المنظر ده لا لمصر ولا لغير مصر، بس تحديدا مصر، انما هيحصل. من 2015، من يوم ما وقع سد النهضه، كان معايا الاستاذ مصطفى عاشور على الهوا وقال لنا ايه اللي بيحصل في الخرطوم، والاستاذ مصطفى عاشور عنده الملف كله. كنا بنتشتم بالاب وبالام، كان بيتقال لنا ما فيش حاجه النيل زي الفل اهو. دلوقتي السيسي طالع يقول لك في ازمه محتمله، ده طلع السيسي ما حلهاش بلسانه، بيقول في ازمه جايه، مع ان انا عارف وانت عارف والسيسي عارف ان هو المسؤول الوحيد عن ازمه الميه، لما راح عمل اتفاق سد النهضه مع اثيوبيا وقعد سنين ينيمكم ويقول لكم اطمنوا انا ضيعتكم قبل كده، واللي قال لك خط احمر والعافي محدش ياكل لقمته، جاي تلبسها لنا احنا دلوقتي؟ مش انت اللي قلت لنا ما تنلقاش، وان انت اللي هتحلها، وان انا ما ضيعتكوش قبل كده عشان اضيعكوا تاني؟ مش انت اللي قلت للمصريين كده؟ جاي دلوقتي تقول لهم في ازمه محتمله ولازم نعمل حسابنا والحاجات دي؟ جاي تهدد الفلاحين انك هتحبسهم؟ ولو ما سمعوش كلامك هتحرمهم من الميه؟ مش انا قلت لك الكلام ده؟ اللي عايز يحكم مصر يحكم النهر، مش قادر تحكم النهر انسى. في النهايه يا حضرات، احنا قدام نموذج لحاكم طاغيه، طغى وبغى وتجبر، او على راي المثل سكتوله دخل بحماره، ما لقاش اللي يقف قدامه فاتفرعن واتبجح، ودلوقتي بيساومكم يا فواتير نار يا يرفع الأسعار يا يقطع المية، يا فواتير نار يا يقطع التيار، بيساومكم على حكومة الأساسية مية عيش
كهرباء، ازود ثمنها ولا ما فيش خالص؟ ها تحب تعيش ازاي يا حلو؟ فواتير نار ولا اقطع لك التيار؟ اختار انت، انت اللي تختار. اما مرحله الوعود واصبروا والعجب العجاب وقد الدنيا، كل ده كذب. بعد 10 سنين انت قدام الحقيقه المره، اللحن الجديد، الجديد قوي بقى، اللي هو بقى ايه، لما توصل الزوجه والزوجه لمرحله الانفصال، خش بقى احنا دلوقتي في مرحله محكمه الاسره. ما عنديش، عاجبك ولا مش عاجبك، عندك المحاكم. مش دي النهاية الطبيعية لأي زوجين بدأوا حياتهم على كذب؟ خلاص بقى، قعدت تقولي بستحمل عشان العيال، بستحمل اهو ابو العيال والعيال باعكوا كلكم. اللحن الجديد، ما اريكم الا ما ارى، حتى ولو نص الشعب هيموت. وهو قال كده بالنص، مش الراجل ده قال لكم قبل كده في دولة مات فيها 45 مليون بسبب المجاعة؟ اتفضل. الموجودة دلوقتي على الدنيا عاشت سنين. طبعا لما بقول كده مش معنى ده ان انا يعني بتمنى ذلك، يعني لا، في دول عاشت سنين ما اقدرش اذكرها ما يصحش، عاشت في مجاعات كان بيفقد كل سنة من 3.5 ل 4 مليون، من 52 ل 68، 45 مليون ما قاموش هدوا بلادهم اللي ماتوا من الجوع. بس النهاردة بقوا في حتة تانية، تانية خالص. نفسي على سداغه، على سداغه، بس بقاب. حتى دي الإعلام طلع يطبلها ويقول لك بص على وش الشيء صغير ازاي بعد المسؤولية. يا خرابي، يا نداشة، تخيل اتغير والنبي خس. ما كانش كده، ده كان ورد مفتح في الجناين والله. محفوظ عجب الشهير بمصطفى بكري طالع يكلم الناس عن معاناة السيسي اللي بيعانيها، والحمل التقيل اللي شايله على كتافه، والمسؤولية والهم، وطلع يقول بص يا ريس اسمع بقى، دي اللي فاكر ان السيسي قاعد وبيتمتع، قارن صورة بين الأمس واليوم عشان تعرف اللي باين على وشه. يا مصطفى، ما تيجي نقارن كده؟ ده أيام ما كان بيحلق ببلاش في المعسكر عند واد فلاح يا عيني، أو جاي من الصعيد مجند. ده أيام ما كان بيحلق بتلاتة جنيه، تلاتة جنيه ولا كانش بتاعهم. ده أيام ما كان بياكل من الجيش. إنما الأيام دي بقى امبارح، تعال بص عليه امبارح كده مصطفى، تعالى كده خدنا يا ميزو كده ورينا امبارح شكله كان قاعد عامل ازاي، وانا شكله كان قاعد عامل، شايف؟ شايف الكتاف يا مصطفى؟ شايف الصدر والكتاف؟ شايف؟ طب شايف البطن الحلوة دي اللي تحت دي، تحت الجرافات، بص تحت الجرافات، شايف الكرش اللي تحت؟ طب سيبك من كل ده، خلينا في اللي باين. شايف اللغط ده؟ رقبته اختفت يا راجل، ده الرقبة اختفت، ده كان طالع برقبته. طب ما تورونا السيسي ورا العمود كده يا جماعة، بيبو اتعب شوية كده، وهات السيسي صورته ورا العمود، او هات صورته وهو واقف بتيشيرت من على العتبة، من على العربية يد في العتبة. ده السيسي ده قال لك اتغير، والنبي خس، والنبي اتخطف، والنبي اتخطف. ما كانش كده، ده كان بصحته، ده كان بصحته، ده احنا خدناه لحم ورميناه عظم. لا، احنا خدناه لحم ورميناه لحم. ماله السيسي يا مصطفى؟ خس في ايه؟ ده ما شاء الله اهو بقى كتف، ما شاء الله بقى ربع اهو، ادي يا ريس اتفضل. لا اهو ادي ورا، شايف رقبته كانت عامله ازاي؟ هو ده عشان ما هو اللي ورا العمود ده، هو اللي ورا العمود ده يا ريس. شايف؟ شايف الفرق؟ طب هات لي صوره ثانيه قبل، والنبي هات لي صوره ثانيه قبل، لما كان واقف مع الرئيس مرسي وعامل كده، والجو اللي كان بيتحني فيه، وهات دلوقتي. احنا هنهزر؟ ده عمال يكحت في وشه وينحت في وشه، ده لازم يعمل برنامج تخسيس لصداغه بس، والله يروح عند دكتور يعمل له برنامج يصغر صداغه شويه. يا مصطفى، بيقول لك شفت المسؤولية عملت فيه ايه؟ عملت فيه ايه؟ لو المسؤولية هتعمل، هو يا عم من ورايا، لو المسؤولية هتعمل فيها كده
انا موافق، بس هو واخد على وقفة الورا دي، انا عارفها، عارف الناس دي، انا اترعشت عشان كده يعني. لو المسؤولية هتعمل فيها انا كده انا موافق بجد والله، انا موافق. يا مصطفى يا بكري، ده قعد 60 يوم في المصيف ما حصلتش للملك فاروق اللي جده عمل الدولة، ده راجل من قصر لقصر، او على رأي سمير غانم في مسرحية المتزوجون لما اول الفصل التاني، اول الفصل التاني، اول فتح المسرح بيرد على تليفون، فبيقول على واحد صاحبه بيقول له اهلا، انا والله عمال انام واقوم ونام واقوم مش لاقي ساعة ارتاح فيها. اول مشهد في مسرحية المتزوجون لما اتنقل لقصر بقى حماه، فبيقول لصاحبه كده بيقول له والله انا عمال انام واقوم واقوم ونام مش لاقي ساعة واحدة ارتاح فيها. ده من قصر لقصر. ايه اللي حصل لمصطفى بكري؟ يا حضرات بكري مش بيهزر، بكري عايز يطبل ويكذب بس اتفضح، والهدف من التطبيلة دي ان هو يرضى او انك انت ترضى بقطع الكهرباء، بقطع العيش، بقطع المية، انك تموت في صمت، ما توسخش هدوم الناس بالدم. والخلاصة زي ما قال عمنا محمود السعداني رحمة الله عليه وهو بيحكي عن تجربته في المنفى، وازاي في المنفى انه كلما على صوت النظام، اسمع كده بيقول السعداني الله يرحمه، هات كده السعداني يا استاذ الله يخليك، هنا هاته هنا، ايوه، بيقول وادركت في المنفى انه كلما على صوت النظام قل فعله، وكلما كثرت الاناشيد كثرت الهزائم، وانه بقدر ما يرتفع الزعيم في العلالي اندفن الشعب في التراب. محمود السعداني، لازم، دي حكمة ربنا، كلما ارتفع الزعيم في العلالي، كلما بص اهو ادي صورته يا عم اهو، ايام ما كان بيسبل ويدب، وايه اللي حاطط ايده على كتفه ده، وانت كنت ايه في زمان وبقيت ايه، في حاجه يعني ولا هو ليه حاطط ايده على كتفه كده، في حاجه كان ليك اتجاه تاني زمان واحنا ما نعرفش ولا ايه. كلما على الزعيم في العلالي اندفن الشعب في التراب. المطلوب منكم حضرات ان انتوا تموتوا في صمت. الراجل علق شماعة الفشل على كل الأكتاف، على كتف الوزراء، على كتف الزعماء السابقين، على كتف الإعلام، على كتف صناع الدراما، وعلى كتفكم انتوا. لكن هو زي الفل، هو زي الفل، وعمل اللي عليه، أنا عملت اللي عليا، أنا اضطريت أضحي بكل الناس. هو مش فاشل، هو راجل قاعد يدرس مصر 50 سنة، هو مش بس يا أستاذ تامر شيرين شوقي قاعد يدرس مصر 50 سنة، لا، ده عنده موهبة تانية بقى. أنت نسيت أن هو ربنا خلقه يعرف المشكلة فين ويحلها، أنت نسيت أن هو ربنا خلقه كده طبيب يوصف الحالة. تخيل أنت بتتعالج مع طبيب 10 سنين فاشل، يعني الراجل مش بس بيدرس، ده عنده موهبة، عنده علم لدني، علم إلهي، ربنا عمله كده، اداله علم ما بيروحش غير الأنبياء، بيعرف المشكلة فين ويوصفها ويحلها. انت نسيت دي يا أستاذ تامر. فنحن قدام راجل دارس 50 سنة مصر، ومش بس كده، عنده علم لدني من عند ربنا. النتيجة ايه بقى؟ النتيجة ان مفيش كهرباء، ارضى بقى بحياتك كده، مفيش مية، والعيش ممكن يبقى ب4 جنيه و3 جنيه و5 جنيه. المطلوب منك انك تموت في صمت، ما توسخش هدوم الناس بالدم، خليك ذوق، ما تزعجش الراجل وانت بتموت، موت كتيمي. فهمت مطلوب منك ايه؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ مش عاجبك اضرب دماغك في الحيط. ده اللي عند السيسي، ده الراجل قال كده، يعني هو اختصار الكلام بتاعه انه موت في صمت، انا اتكتبت عليك، اخرك ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ اخرك ايه؟ ولا حاجه، ولا هتعمل اي حاجه، عاجبك مش عاجبك انا اللي بحكمك، وهفضل احكمك، وهمشي بمزاجي، وانت بالجزمه.
هتقعد بقى تشتكي وتولول القصه دي ولا باثر فيا. دلوقتي الكهرباء لسه المايه جايه والعيش، واللي مش عاجبه يندفن في اي حته، شوف لك مصيبه روح فيها. دي النتيجه الطبيعيه لقصه حب فاشله بدات باكاذيب واوهام وتتختم في قاعات المحاكم وانت لا مترمله ولا متطلقه، متعلقه كده، متعلقه في ايدين واحد خسيس سافل ندل وجعر.